ما زلنا مشاهدينا في تغطيتنا للقمة الروسية الأفريقية، وتنضم إلينا هاتفيا الأستاذة مونيكا ويليام الباحثة في العلاقات الدولية. سيدة مونيكا، يعني في سياق الكلمات اليوم التي تبعناها تحديدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الحديث عن الرغبة في إنهاء عالم أحادي الجانب ووقف فكرة الاستقطاب، في رأيك يعني إلى أي مدى الظروف الدولية راهنة تشير أو تؤكد الحاجة الملحة للدول الأفريقية في ذلك، خاصة مع تأكيد الرئيس أن الدول الأفريقية ذات سيادة ولها استقلالياتها في قراراتها؟ طبعا أنا متفقة جدا مع حضرتك، إحنا من لا نستطيع أن نحلل المشهد أو القمة الروسية الأفريقية بمنأى عن المتغير الدولي المؤثر بشكل كبير على النظام الدولي المتعدد القطبية، بقى شكله مختلف تماما في حالة من الاستقطاب الدولي الكبيرة بين طرفي الصراع والمعسكرات التي تدعم كل طرف على حدة. وبالتالي كانت مرتكزات كلمة السيد الرئيس اليوم بتنطلق من فكرة أن الدول الإفريقية هي دولة ذات سيادة، هي دول ملتزمة بالحياد الإيجابي إزاء الأزمة الروسية الأوكرانية، مش في معسكر ضد الآخر، إحنا ملتزمين بشكل كامل بأنه أهم حاجة المصالح الإفريقية والمصالح المشتركة بما يضمن تحقيق المصالح الإفريقية ويحقق لها الاستقرار. الدول الإفريقية بقى ليها طبيعة مختلفة، بقى ليها طبيعة إن هي بتحترم سيادتها، بترفض التدخل، هي دول مستقلة. وبالتالي كانت أبرز المرتكزات كلمة الرئيس كانت في إطار السيادة، وكانت كمان دي تركز على بعض المشروعات وبعض التعاونات، حجم التعاون الثنائي بين القارة ككل وبين روسيا. نعم. ألو؟ أيوة معك يا فندم. طيب الرئيس بوتين أيضا كان له عدد من التصريحات التي تؤكد على فكرة الدعم الروسي للقارة الأفريقية على كافة المستويات، على مستوى الأمن الغذائي، هذا الأمر أكده الرئيس الروسي أكثر من مرة، على مستوى السلم أيضا بما أن هذه القمة تتحدث عن السلم والأمن والتنمية، فيما يتعلق بتدريب العسكريين ومسؤولي أجهزة الأمن الأفارقة في المؤسسات التدريبية الروسية. هذا النوع من الدعم الواضح الروسي لأفريقيا، إلى أي مدى روسيا في حاجة إليه الآن؟ روسيا بشكل كبير هي ليها بعض الأوراق القوية داخل القارة الإفريقية. يمكن فكرة صفقة الحبوب التي انسحبت منها روسيا من الأسبوع الماضي هي جت مغازلة صريحة للدول الإفريقية بأنها هتصدر وهتعمل على تأمين المصادر الغذائية لعدد من الدول الإفريقية بشكل مجاني، وده طبعا مغازلة للدول الإفريقية ودليل على حجم وفي وسط أزمة غذاء عالمية كانت بتعاني منها الدول الإفريقية. من أبرز القوى دي بيقال ومن المتوقع أن محصول القمح خلال هذا العام هو محصول جيد للغاية، فالدول فإنها تقدر تعمل كده في وسط العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها من الدول الأوروبية ومن الجانب الأوروبي، وبالتالي هي هتؤمن المصادر الغذائية للدول الإفريقية. الجانب الثاني المعسكر زي ما حضرتك تفضلت، الجانب الأمني، الجانب الأمني بالضبط، ملف الأمني من أكبر الملفات التعاون بينها، وده برضو في إطار إن هي بتفرض نفوذ مختلف عن في مقابل النفوذ الأوروبي وخاصة النفوذ الفرنسي في بعض الدول، واللي برضو بيتميز بتواجد وتعاون أمني كبير. طيب مدى استفادة الدول الأفريقية من هذا الدعم من قبل روسيا؟ يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلماته تحدث عن مواجهة مختلف دول القارة لتبعات الأزمات المتواجدة حاليا، متحدثا عن طبعا الأمن الغذائي وسلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الطاقة، في رأيك إلى أي مدى تستفيد أفريقيا من هذا الدعم الروسي الواضح على كافة المستويات؟ روسيا بتتميز بانها
فريق او قوة تتميز بالمرونة. نعم. فبالتالي هي لديها قدرة ان هي بتحقق المصالح المتداخلة بين الطرفين وليس المصلحة الاحادية بالنسبة ليها. نعم. وبالتالي فهي لديها قدرة يعني بالنسبة لمصر احنا لينا مشاريع قوية جدا على مستوى سواء محطة الضبعة سواء مع ملفات الطاقة. روسيا لديها قدرة على نقل التكنولوجيا الخاصة بالتعاون المختلف سواء التعاون العسكري سواء التعاون في مصادر الطاقة الاستكشافات النفطية والاكتشافات الجيولوجية اللي بتقوم بها روسيا. وبالتالي طبعا ملف الطاقة من أهم الملفات. وطبعا برضو هي لديها في أوبك بلس وتواجدها في أوبك بلس والتعاون والتنسيق المتنامي مع دول الناتجة للبترول لديها قدرة على التنسيق العالي بينهم. وبالتالي بتستفيد الدول العربية والدول الإفريقية بشكل كبير من هذا التنسيق ومن تحقيق مكاسب لها بتحقيق أسعار متناولة لكافة الدول وتحقيق معدل إنتاج يساعد على تحقيق الأمن الطاقة. نعم. طيب وجود صوت الأفريقية في المحافل الدولية أو في المؤسسات الدولية التي تحدد مصير العالم كما ذكر الرئيس الروسي، في رأيك يعني هذا الدعم يمكن أن يصل إلى هذه المرحلة خاصة وأنه حان الأوان لكي يكون لأفريقيا صوت واضح وفعال في هذه المنظمات الأممية؟ طبعا فكرة التصريح بالاتفاق على انضمام الاتحاد الافريقي لمجموعة العشرين كان من اكبر المكاسب او نقدر نقول مكتسب كبير جدا من القمة الافريقية الروسية. طبعا مجموعة العشرين هي بتضم عدد كبير جدا من الدول وده يمكن بيعكس قد ايه انه في اجماع على اهمية القارة الافريقية في الوقت الحالي. نعم. وقد ايه هي لاعب قوي ومتغير كبير في النظام الدولي وانه من يربح افريقيا يربح العالم يعني. وبالتالي فوجود وجود افريقيا بشكل كبير في مجموعه بتضم انتاج المجموعه بيمثل 80% من اجمالي انتاج العالمي، حصه المجموعه من حجم التجاره العالميه حوالي 75%، مجموعه السكان هو كبير جدا. وبالتالي احنا بنتكلم عن متغير مختلف، قدره مختلفه على التاثير والتواجد، وده ممكن من المحتمل بشكل كبير ان هو بيساعد القاره الافريقيه على المستوى الاقتصادي بشكل كبير. نعم. طيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث ايضا عن ان روسيا تضع في عين الاعتبار الرؤيه الافريقيه بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية، وتحدث عن أنه مستعد للحوار مع الجانب الأوكراني. في رأيك كانت هذه القمة فرصة لإيصال هذه الرسالة إلى العالم؟ أعتقد زي ما يعني ما كنت قلت في بداية المداخلة إنه الدول الإفريقية والقارة الإفريقية هي مركزة على فكرة إنه تضمن الحياد الإيجابي بين في ملف او الازمه الروسيه الاوكرانيه. نعم. هي مش هتاخد جنب يعني جنب او مناهض لروسيا، هي هتلتزم الحياد يعني ولا هتصطف مع المعسكر الروسي ولا مع المعسكر الاوروبي الاوكراني. نعم. لا اتحدث عن الجانب الافريقي، اتحدث عن ازمه الرئيس الروسي نفسه متحدثا الى العالم، وكانت هذه القمه فرصه لايصال هذه الرساله. طبعا هي القمه الروسيه الافريقيه هي رساله للمعسكر الاوروبي، هي رساله للعالم ككل ان روسيا من بدايه الازمه وهي بتعمل على توسيع تحالفاتها الدوليه وتواجدها الاقليمي والدولي بشكل مختلف سواء على مستوى الدول الافريقيه سواء على الدول الشرق اوسطيه وشمال افريقيا. من جانب اخر التحالف الروسي الصيني المتنامي واللي بيزيد كل يوم، كان اول امبارح كان في وزير الدفاع بيزور كوريا الشماليه، وبالتالي برضه كان في تحالف عسكري بيقال عن تحالف عسكري كبير بين روسيا والصين وكوريا. وبالتالي هي روسيا بتعمل على توسيع بشتى الطرق وفي مختلف الجهات وبقاع الارض. فبالتالي القمه فعلا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي هي رساله
للرساله وفكره برضو تحقيق او ان القمه الاقتصاديه المره دي او هي قمه اقتصاديه انسانيه، فهي بتراعي وتاخذ في عين الاعتبار بشكل كبير جدا الازمه الروسيه الاوكرانيه، وبالتالي برضو هي بتاخد الازمه في عين الاعتبار على اساس ان هي على الرغم من انها انسحبت من طاقه الحبوب ومؤكده انسحابها، ولكن هتضمن تامين الحبوب بس بشكل استثنائي للدول الافريقيه. نعم، أشكرك جزيلا السيدة مونيكا ويليام الباحثة في العلاقات الدولية.